مرحبا بكم إلى الموجز الرياضي على قناة الحدث الإفريقي. عاد الجيش الملكي بالتأهل من نيجيريا إثر تغلبه على ريمو ستارز المحلية بهدف نظيف لحساب إياب الدور التمهيدي الأول لمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية، متداركا بذلك نتيجة التعادل التي حققها على أرضه في ذهاب يوم الأحد المنصرم. وبهذا الفوز يلتقي الجيش الملكي في دور 32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية بفريق أشانتي جولدن بويز الغيني. وحسم الفريق الغيني تأهل مساء أول أمس للدور المقبل عقب فوزه على كينغ نواكشوت الموريتاني بهدف نظيف بملعب الشيخ بوديا. أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مساء أمس الأحد في بلاغ لها عن دعوة فهد موفي لاعب فريق بورتي مونينسي البرتغالي للانضمام إلى التجمع الإعدادي الذي ستخوضه النخبة الوطنية بداية من هذا اليوم بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. وأشار المصدر ذاته إلى أن دعوة فهد موفي جاءت لتعويض حمزة المساوي بعد إصابته. تعرف نادي الوداد الرياضي يوم أمس الأحد على خصمه في الدور 32 من دوري أبطال إفريقيا بعد إجراء مباراة إياب دور التمهيد الأول التي جمعت بين فريقي ريفرز يونايتد النيجيري ومضيفه واتانغا الليبيري. ويلقي الفريق الأحمر في الدور 32 من العصبة الإفريقية نادي ريفرز يونايتد النيجيري عقب تأهل الأخير إلى الدور المذكور في شهر أكتوبر المقبل. وفي البطولة الاحترافية إنوي القسم الأول تغلب نادي الوداد الرياضي على مضيفه أولمبيك خريبكا بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد لحساب الجولة. وبموجب هذه النتيجة التحق الوداد بكل من حسنية أكادير والجيش الملكي وأولمبيك أسفيه بسبع نقاط، بينما يتواجد أولمبيك خريبكا في المركز الثالث عشر بنقطة واحدة. عبر هشام أبو الشروان مساعد مدرب الرجاء الرياضي عن خيبة أمله بعد تعادل الفريق الأخضر أمام المغرب التطواني في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس الأحد برسم نفس الجولة. وقال أبو شروان في الندوة الصحفية التي تلت المباراة: نحن نلعب بالتركيبة البشرية التي نتوفر عليها الآن، و80% تقريبا منها هي جديدة، يلزمنا الوقت للاشتغال أكثر من أجل راحة اللاعبين، لأن هناك ضغط كبير عليهم كما شاهدنا في المباراة اليوم، الخطوط لم تكن متقاربة. ومن جهته قال مدرب المغرب التطواني عبد اللطيف جريندو إن الطاقم التقني لناديه حلل بشكل معمق فريق الرجاء الرياضي ودرس نقاط قوته وأسلوبه. يواصل القرش المسفيوي تألقه بعد أن أطاح بنهضة بركان في عقر داره باثنين لواحدة مرتقيا إلى الصدارة، حيث تغلب أولمبيك أسفي على مضيفه نهضة بركان في المباراة التي دارت بينهما على أرضية الملعب البلدي لبركان برسم الجولة الثالثة. وبهذه النتيجة تجمد رصيد نهضة بركان عند نقطة واحدة في المركز الثاني عشر، بينما رفع أولمبيك أسفي عداده إلى سبع نقاط متقاسما الصدارة مع حسنية أكادير والجيش الملكي والوداد الرياضي. انتهى الموجز الرياضي، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.